أسعد الله صباحكم متابعين ومتابعات قناة شفت فيلم. مرحبا بكم معنا اليوم في هذا البث المباشر من مدينة قنيطرة. مرحبا بكل اللي التحق بنا في هذا الصباح، فصباح الخير عليكم ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من مدينة قنيطرة. كيف ما كتشاهدوا معنا أجواء باردة، كاين الشمس ولكن الجو بارد. صباح الخير عبد الرزاق، مرحبا بك معنا ومرحبا بنادي الأحد سوالم. كيف الاجواء عندكم في حد سوالم سي عبد الرزاق؟ أمو ياسين صباح الخير عليك، مرحبا بك معنا في هذا البث المباشر. شكرا سي مومو ياسين، شكرا لك وصباح الخير. وصباح الخير على كل من التحق بنا. جو بارد و اللهم امين رب العالمين. السادة الرزاق بارك الله فيك ومرحبا بك مرة أخرى. مرحبا الناس ديال حد سوالم. مومو ياسين أين مدينة مومو ياسين؟ هذا واجب اخي عبد الرزاق، هذا واجب. مرحبا ويف، مرحبا. صباح الخير سي موسى، مرحبا بك معنا في هذا البث المباشر. مرحبا بالناس ديال تمارا، مرحبا بكم معنا. كيف الأجواء عندكم سي موسى في سمارة؟ كيف ما كتشاهدوا معنا المتابعين، كيف ما خبرناكم الصباح، فالجو بارد في مدينة قنيطرة، لكن كاين واحد شوية الشمس ولكن الجو بارد. بالنسبة لتمارا مازال ما عرفناش كيفاش الأجواء ديالها، بالنسبة لحد سوالم كيقول لنا الجو بارد. نتمنى نشوف تعليقاتكم المتابعين الأفاضل، كيفاش الأجواء عندكم، وصباح الخير كل من التحق بنا في هذا الصباح، فصباح الخير لكم. Thank you.
جو بارد والله يرحمنا كيف ما كيبان الناس على الزراق. كنتمنى نشوف طريقتكم متابعين افراد كذلك اللي كيتواجدوا معنا في هذا الصباح. اللهم امين اللهم امين يا ربي. اعتذر شكرا لك بارك الله فيك. كيف ما كيقول لنا سي موسى كيقول لنا بالنسبه للجو في تمارا فجو معتدل الله يرحمنا. اللهم امين اخي العزيز. هنا الشيء الجميل في هذا المكان هذا اللي كنتواجدوا فيه فكيجوا بعض الناس ديال السكينه اللي كيجوا كل صباح وكيوكلوا هذا كيف ما كتشاهدوا معنا امير صباح النور. الله يسعد الصباح. مرحبا بك معنا في هذا البث المباشر. مرحبا بكل اللي تحكم لنا في هذا الصباح. فصباح الخير عليكم ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر. إذا ما بقى لي إلا نقول لكم يوم سعيد للجميع إن شاء الله على هذا المنظر الجميل. ف يوم سعيد للجميع إن شاء الله. كل ما كنتمنى ربي يحقق لكم طريق سلام الناس المسافرين وكذلك الناس اللي غيقراو الله يعطيكم النجاح إن شاء الله في هذه السنة هذه. كذلك الناس اللي غادي الأعمال الله يوفقهم وشكرا على المتابعة وكنتمنى منكم أنكم تبارطاجوا. ما تنساوش إلى اللقاء في لايف آخر إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه. إلى اللقاء.